فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. الله الله سيدنا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما شاء الله ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون. يا لا إله إلا الله. نعم وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الله عليما حكيما. عليك مولانا.
جميل يا سيدي. الله الله فوق. الله يفتح عليك يا سيدي. الله يفتح عليك. نعم نعم. ولا تقل للخائنين خصيما. ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله. الله الله عليك يا مولاي. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله. الله أكبر. تعليك عليك يا سيدي. الله عليك يا مولانا. واستغفر الله. واستغفر الله. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو
عليك يا سيدي. الله يبارك. ان شاء الله. ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. عليك يا مولانا. عليك إن شاء الله. يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
the most. Nah. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا الله العظيم. الفاتحة.